واصدح واصدح بالقرآن، أتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. أتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران، فيه الرحمة والغفران. برد يا شبر الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، برد يا شبر الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره ومنهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. درسي نوح كبلا بنيا آيادك ويتبناد سورة النور إلا نكسو قارنو آيادك ويتبناد وحين صوم مري دور درسي سورة دا أررتي دا كبلا بنيا إلا هل كأنو عاوى كان بقاذي دونو دي إلهي سبحانه وتعالى وقدره. انتنا وحا هيد احكام ادي ادو علوس او يدو كسا ليسا الاداب الاسلامية، احكام يدو لحيرة الزندة يسامين تحون اي كل يدهي بلشدة او رنهانتي متيستي ان يدن للها القمو للاد قالمو يدو هالك لقالاد قالما اي تهي قفك زانيقة امد يدو زانية دا عقاب ادي ادو الدران لا شرعيه. هدي لبضو أيهن لبا جورك كوع صب أما بحاسة أما هرأسه جور سدي قليها إن الله سبحانه وتعالى أشرعيه وحلو يبقى إن الرجم. هدي أيهن دد يو أجوبة أما بقولي قد بأني جور سن وجور بما أركن إن مكة الله جاد له عن تلمانني هدنا إسلا موضوع إنه كهل لنا waxa loo yaqaan rajmigu waxay diimaha kale ay ka qabaan ama islaashka oo aan wax la garbaashay diimaha kale waxay ka qabaan. waxaan soo dhaafnay waxaan ka hadalnay haddana al-qadhf iyo ahkaamta fi shariica islaamiyya maxaa ahkaam oo meesha ka ratimaysa. inta markaanu ka soo hadalnay kadib ba waxaan u baxnay qadiyad iyadu khaas ah
لما قاعد بحدا قضية اللعان وحلو يقام في الفس في الفقه الإسلامي الدينين وهوين يدي سحميك وأركوه مرخاتين آن وهيسن إلا إساقم ويانو أركي وحي لقي يلي لها أرنتي مسألة ذا آدي أدا نقول فقاني إيو إنه صوت تابان دين أي ذا وحلو يقان البصمة الوراثية في الفقه المعاصر وحي كي رهدين متمراتك هالكا لو قنتي يبدل إني كان نقوم قرطو مسائيش ما أنتو حلقو الصبو طامر كامل كبحنا كدب با ما أنتو عاوة درسي جينو حكوسة ليسيني هاي إلا آيادها أنا قريب لقب الله آياد كو يتوب ناد إلا مياشا أنو كو يستاقني كو الضنبان اللي قفهمي كرو إنتو وحي كهاليان حادثة لما قعب حذا في التاريخي حادثة الإفك دعذاذي يضو بين أبورك أهيد تاريخ دو حنكون نقان إن ليراهدو وإنو يمندو انت فوائد مركا لقاها اللي وحي راهدان دعضو كستاء دعضاي سيكا ستاء لو بينيو ومركا سوسيولوجيا هان لو قيحيو وحاجرتا نسبو برسنتج لرومين كرو هذا ديان كاقا شاكي لواني ما ماشا اسكو قبصدي وإسلايو دقالامي وحبا دحمر مركا عندو هلقيا وهذا الكينا ترى هذا الكوا بين من أليف إلى يائي لكن waxa laga yaabaa qolkiiba hal inay soo bixi karto labadan in oo murmay inaan arkay kadibna aan ku sii dardaray marka waxay leeyihiin dhacda kasta la soo xigta fi taariikh asal baylada si kasta oo exaggeration lagu sameeyo oo macquul ma dhacdada iyada xadiithada dhacday from a to z min alifha yalaayaha bikul abjadiyatiha in ban ay tahay oo iyadu mid marka la sameeyay inay tahay surta galmahan baylay لكن وحنا هنا حديثة الإفك ودعذة كليه قرآن كان أسوحي قنوه بالله إلا يدامان بوهتان يبان يتعي عدة بوهتان يبان كل شيء يسانا معها نين معلقة أما نين مفسر أما نين مؤرخ ما رب العالمين جل وعلا منزل الصورة إيقوغ مخلوقات كيسا وحا كده حقوحة إيوح عرضان دوشي ذكرنا عيا رب العالمين بقى له هذا بوهتان عظيم حادثة الإفكنا وحين نقطة حادثة يؤاد مشهورة كتب التاريخ نمرك أي سوء حكتان رب العالمين وحين الله هي إن الذين كوي جاءوا ليمد بالإفك بين أبورك ليمد عصبة وكوح كوح ذاسو منكم إذنك إذن كمذا لا تحسبوه أي لا تحسبوا هذا الإفك بين أبورك إساقع إلا سميه همودين شرا شر لكم إذنك إذنوية إنو إذنك إذنية شر تهمودين بل هو إفك قال لسميه خير خير لكم إذنك إذنية لكل امرئ روح والباب روح الله ومنهم قال الله الشيقي ayagu faraku tiriska ah ee banaburka isla dhaxmaray waxa uu leeyahay maktasaba waxa uu geystay oo min al-ithmi dambi ah walladhi mitki tawalla isagu tawalliyay kibrahu arrinka weyninkiisa ee waxan ba ka dambay mastermindarka ahaa lahu ka isaga wuxuu leeyahay cadaabun cadaab buu leeyahay cadaabkaasu cadiimun daran لولا محيبا إذ وقتي سمعتم آدم قشان هو بين أبورك إساقا ظن المؤمنون مؤمنين يقول ملايين وايين إي والمؤمنات مؤمنات كم حي يقول ملايين وايين بأنفسهم ففي أشهد خيرا خير وقالوا محيبا ورن وايين وديه وايين هذا كانوا إفكم بين وي بين تاسوم وبين عد لولا جاءوا هلا جاءوا محيئوا لإيمان وايين عليه بين أبورك إساقا بأربعة شهداء أفر مرخاتي محيئوا لإيمان وايين فإذ لم يأتوا هدبا هداني لإيمان بالشهداء مرخاتي شهداني لإيمان فأولئك كواس هم إيقوا أما فأولئك كواس عند الله إله أكتي هم الكاذبون إيقا أكوي بين عليالا ولولا فضل الله إلهي لرسنتي سهدان أهاتين عليكم إذنك إذنك فضلي
ورحمته إن حريستي رب العالمين هداني أهاتين في الدنيا الدنيا وإذن حريستي والآخرة تيدن بيسي لمسكم حائدين جاري لها فيما أفضتم أي في الذي أفضتموه أما فيما أفضتم واحد لحد بالتين أو أدح شبنتين فيه ما قال عذاب بيدين كسو جاري لها عذاب كسو عظيم وين إذ وقتبوا إذن سو جاري لها تلقونه أكو قدوم ميسين بألسنتكم عربي ذينا وتقولون الله هيدين بأفواهكم أفياشين ما أتكل هيدين ما قاسوا ليس لكم أن ينكوكو سقنان به ما قال علم وقاله وتحسبونه واحد مودين أرن كاس لا نحن مريسين هينا نمت سهلا وهو يسبون عند الله إلهي أكتي عظيم متكي كون ولولا إذ سمعتموه أو قرطا نقشان محيبات قلتم أورن ويدين وده ويدين ما يكون لا إنه ما أهان وحنوع تماماها أن نتكلم إنا نكهضن بهذا أرنك كان سبحانك ربه فنانت هذا هذا كان بهتان ونبيو بهتان كاس عظيم وين يعظكم الله إلهي وإنواننا يا وإذين ديجيا أن تعودوا لألا تعودوا سيدا أقول الله أبانينا لمثله كاس وكال أبدا ولقي إن كنتم هديئته المؤمنين كو مؤمنين ويبين الله إلهي وحو عدينا يا لكم إذين كإذين عدينا الآيات أيضها والله إلهنا عليم أله علم بضن وحكيم أفلسا مركبة واحد دريميسا جوغا آياده إنو يهي جوغا آياد أكولول كدوان وحي آت كتقين وران كمركو أحكام أما تاريخ أسو سردين محايا إلي حديثة يدو دعضا لو يقان حديثة الإفك ودعضا يدو دعضي نبيغا صلى الله عليه وسلم إيقرغيس وميدو أنبارتي نبيغا صلى الله عليه وسلم إيدمقت كيس وسهام لو تلقلي نبيغا صلى الله عليه وسلم إيقرغيس إن لغو بربريو مربها دي مركا معول شر أي تهي هدو قرآن كأراك سو قضية دا إيادا وكاكاهد لي وحل وريا إذا رواياتكو آدي أدو بذنيهين أنساكو قاب صندو أن البخاري مسلم وحي وريين رواية دان البخاري وحي لاذا عائشة كهر ليس دعدادة أو رواية آدي أدو دار وحي لاذا هاي نبيك صلى الله عليه وسلم وحي عاذا واحد مركة وصفر يسعودال وقاليو إن أقر يطوره وينكيس هضم دي كلها تا أقر يطورك كلها تا أو نبيك صلى الله عليه وسلم كحيسن جري أو سفرك لا أدي جري وحد عذيب يتيري مركة نبيك صلى الله عليه وسلم دولان كم إذا دولان ندي ونبيك صلى الله عليه وسلم هو قامين أي بأنيك يهوانكي كلا نبيك صلى الله عليه وسلم أو قبي بقر يطور إنو سمي بيتيري كدي من أنا كل هذا دولان كاس وغزوة المريسي عم بين المصطلق ونائي من دون تأيضا فافاسا مركي أنيك أصاب بحي سهم كيجي أي النبي صلى الله عليه وسلم أن راعي بيتي عايشة مركي وحي لها دعضا أيضا وحي دعضي مركي لسود جي أيضاها كهر لي حجاب كدو مركي إني حجابتان أو حجاب كود أي هوذان أو جلباب كود أي قشتان مركي أي سود دكتي وكدي مركي أي سود دكتي أيضاها كهر لي فإذا سألتموهن متاعا أيضاها مركي سود دكين كدبوي وحيتي لمركة والراعي طبعا قاديد كي لهانجرين وحايمها كلية رتقا إن لك حيستو وحاجري شيء لو يقان هودج وقضال لغا صار رتقا كابا لدحفري سي بيتيري سي مركة أسطورة يقول نقطو نبي صلى الله عليه وسلم بان راعي بيتيري دولانكي بانو قلنا بيتيري مركو نبي صلى الله عليه وسلم دولانكي وكسو الله بتي وأن سر قال علني إنه مركي أن مدينة أسود جرسني بيتري وحجارية هل مرحلة صير روايتك إيموجينة يسوع أم روايتك إيموجينة يعني إني مركب مدينة من مرة إنه أسود جرتو أي نبي صلى الله عليه وسلم أي حير حضبة وأن رقاق إن عدد الله صعدا بعد تري مركي أجيسك أو بحي أه إنه عيدك رقاق جندانه أي واحد عذاب بيتري دنبا إساق شيء ويتيري وانا قفك مركو حمام يؤبا هذا حديث إنو قتو كدي بان صادقا قي ويتيري هل كعيدا كأفديي ركتا وآهيد بان ساق قد بي ويتيري إيضا ماشا إفديان
danayga markaan soo dhameystay kadib baan soo laabtay bay tiri. Markaan soo laabtay kadib baan waxaan waayey bay tiri kuushii luqunta ii surayd oo iyadu xagga yemen laga soo sameeyey oo markay tilmaamayaan fi lxadiidi ciqdii min jazci dafaar bay leedahay, kii baan raaraadiyey waan waayey bay tiri. Wuu go-ay meeshaasuu markay iga dhacay, kadib waan u laabtay bay tiri anoo baadi goobah oo raadinaya kuushii iga luntay. Intii aan raadinayey baadidoonkii baa ila fogaaday, waqti bay qaadatay, kadibna dadkii way iska dhaqaaqeen oo ciidanka u dhaqaaqay oo nabiga sallallahu calayhi wasallamna uu ku jiro. Laakiin waxay dhacday layma tabin bay tiri, maxaa yeelay hawdajkii say u wadeen bay markii waxay dul saareen ratiga la dul saaray, anuguna markiiba layma tabi karin, maxaa yeelay qof aad iyo aad u fudud, wax hiliba aanu saarayn baan ahaa bay tiri. Dumarkana way cilaynaysaa, waxay leedahay waagaas dumarku ma cayilnayn, wax culaysana markaa ma jirin. Waxaa laga yaabay bay tiri in qofka hal mar keliya uu luqmad uu helo, waxaana dhici jirta xitaa xamaamka markaan aadayno laga yaa habeen dhaafaba in loo aado, oo dad marka ma ahayn raashin markaa cuna. Marka hawdajkii markii raggii nin maaragtay raga markuu yimaado xoog leh uu saa u dafo markiiba ama laba isla dadaamiyaan laguma baraarugi karo inay caaisha ay ku dhex jirtay inaanay ku dhex jirin, hadda way tageen bay tiri. Caaisha waxay tiri markay sida ay dhacday oo hawshaasu ay la soo gudboonaatay ay waxay tiri ciidanku markuu tegey kadib baa meeshii kusoo laabtay, cid joogta meesha markaa ma laha. Waan hadlay oo dadkii baan u naadiyey falaa daacin walaa mujiiba riwaayadu leedahay, cid ila hadasha ama qof ii jawaabtaan waayey bay tiri. Kadib baan meel iska raaraasay bay tiri, aan seexdo meel baan helay bay tiri. Waxaan is tiri bal meeshan oo ah halkii ciidanka rugta u ahayd, bal meeshan iska seexa, waa intaasoo lagu tabaa. Markay safar cabaar ay sii socdaan in laysweydiiyo war caawa caaisha kadibna lasoo laabto, laakiin hadda haddaad dhaqaaqdid ama aad dhahdid waan ka daba tegay, waa laga yaabaa masaafadiina meeshan waad ka tegaysaa, meel lagugu soo hagaagana ma laha. Marka si la ii tabo, oo haddana marka la ii tabo laygu soo hagaaga halkii marka ay igu ogaayeen ciidanka rugta u ahayd, meeshii baan iska fariisay bay tiri. Intaa markay dhacday kadib iyadoo noo warramaysa waxay leedahay marka ilaahi subxaana wa tacaala marka wuxuu qadaray bay tiri, anoo meeshii fadhiya hurda iga timid bay tiri, ilaahi subxaana wa tacaala baa hurda ii keena qalabati caynii fanimt, markiiba hurda ii timid waan sixday bay tiri. Safwaan ibn almucatil, nin lagu magacaabo asulami, haddana kasoo jeeda ree dagwaan oo isagu u qaabilsanaa ciidanka qeybta dambe in uu idan ciidanku wuxuu leeyahay muqadama oo ah halka horaadka ah ee guutadu ciidanka ninka marka abaanduulaha uu hoggaanka u hayo, wuxuu leeyahay maymana oo ah right wing halka marka casaakirtu dhanka midig, iyo wuxuu leeyahay mid left wing ya oo ah aljanaax alaysar, iyo midka ugu dambeeya fisaaq. Marka almucatil Safwaan ibn Mucatil mar walba wuxuu u qaabilsanaa inuu ciidanka gadaal ka soo raaco maadaama nin geesiya u ahaa nebiga sallallahu calayhi wasallam, mawaaqif kala duwan oo tan xitaa ka khatarsan buu nebiga sallallahu calayhi wasallam marka ku aaminay. Haddaba Safwaan ibn Mucatil nin sha'nigiisu sidaa buu ahaa, meeshuu yimid meeshiibuu marka isagoo jooga ay wuxuu arkay Safwaanna waxay leedahay horey bay u yiqiin intaan aayatul xijaab aanay soo degin buu arki jiray, kadibu humaagaygii arkay shabax weel meel taagan markuu arkay buu igartay bay tiri. Anna ma ogi oo qof meesha iska taal oo hurdaysa unbaana, hal mar baan waxaan kusoo nabdaaday bay tiri, aan kusoo baraarugay istirjaacuhu isagoo le inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Kadib markaan maqlay codkiisii ayaan markii waxaan isku boobay bay tiri, jilbaabkaygii wejigan dabooshay bay tiri, way dhaaranaysaa waxay, wallaahi maa yukallimunii kalimatan walaa samictu minhu kalimatan gayra istirjaaci, ilaah baan ku dhaartay inuusan kelmadna ay dhihin, wax aan ku wada hadalna anii Safwaanna aanay jirin, keliya inaan maqlay mooyaane an innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ta markaan maqlay inta unba dhegteeda kusoo dhacday. Kadib si ayaroo sahlan buu hashii uu watay ama ratigii uu watay iyo ag oromiyey, kadibna wuxuu yidhi haddaba meesha fariiso oo kor, sidii baan ku koray bay tiri caaisha. Kadibna wuu isoo kaxeeyey oo xaggaa waxaan soo aadnay ciidanka marka inaan soo haleelno. Waxay tilmaamaysaa caaisha jawiga lagu jiray wuxuu jawi aad aad u kulul, maalin dahira ah oo maalin weyn ah, kulayl uu jiro, haraad uu jira baa ahayd. Kadib markii meesha aan soo dhaqaqnay bay tiri, way arkeen
anoo saaran ratigii Safwan ibn Abdul u watay isna leejanka hoggaanka uu hayo ay markii waxay bilaabeen inay faala marka ka bixiyaan. Aisha waxay leedahay iyada hadlaysa fahalaka man halaka fi sha'ni qof alla qofkii ay u sahlanaato wuxuu doono iska sheego kelimad halaka inuu iska halaagsan wuxuu doono ku hadlo nool wuxuu ku hadaa qeyla ku hadlay ninka ugu daran ee hadalka ugu daran uu ka soo baxay wuxuu Cabdullaahi ibn Ubay ibn Salool oo ah ra'sul munaafiqiin ninka isaga ah oo marka soo la sheego ummadu way jabtay markii la isaga ka dambay nabiga isaga ku haysay markii la isaga ka dambay waa nimanka marka ninka westernka maanta marka ay jaamacadaha dhigayaan qolyaha naga naga mid oo leh jaamacad westerna ee diin ka soo bartay leh markii wuxuu sharxayeen waxa loo opposition leader bay u yaqaanaan hoggaamiyihii mucaaradka ahaa waxay waxa haysay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu kursi ku fadhiyay kana kursigii markaa loolta inuu ka dhaxay waxay ahaataba ninka isaga ayaa hawsha ka dambay waatan quraanka uu leeyahay walladhi tawalla kibara hada lada uu yiri waxa kamida markuu arkay wuxuu yiri wallahi ma naja minhu wallahi ma naja minha wala najat minhu ilaah ma ku dhaarana inaani ka badbaadin isna aanu ka badbaadin meesha waxba ka dhacay biiri hadalka marka wa hadalka markiiba tarwiijka helay ee marka la buunbuuniyay Aisha waxay tiri Madiina Munawwara baan ku soo laabanay iyadu marka waxay kala socoto ilaa dumarku telefoonada la isugu soo diri jirin wasaaishan maanta ee antisocialka ah oo social ma dhihi karana mana ayan jirin waxa soo dhan xiriirka maanu jirin marka iyadana dabcan ma ahayn dumarka meel kale u dhag raaciye maxay leh baytul waxyi baytul dhikri bay joogtaa aayad iyo xadiis inay maqasho mooyaan hawl kale uma dhaga fura waxay tiri waan iska xanuunsadaba safarka iyo tacabki soo maray bay xanuunsatay muddo bil ah bay marka sarirta tiil iyadu xanuun marka u hayo waxay tiri marka muhiim warkan magaalada marka la isla dhaxmarayo oo ka dambeeyay Cabdullaahi ibn Umar Salool ee ah in aniga Safwan ibn Mu'attal waana dhaxmareen uu leeyahay wallahi ma najat minhu wala naja min hada hadalka ma ogeyo laakiin waxay tiri Aisha waxa shaki i geliyay bay tiri nabiga sallallahu alayhi wasallam daryeelkii gaarka ahaa iyo baxnaanintii aanu kaga bartay iyo turistii aanu kaga bartay gaar ahaan markaan xanuunsado taa kama helin bay tiri nabiga ninkiiba maaha salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waxay tiri saa markay dhacday kadib nabiga sallallahu alayhi wasallamna gurigu soo gala halkuu aniga iga salaami lahaa oo ila hadli lahaa isu akfariisan lahaa buu yiri kayfa tiikum tiini ka warrama tiisa ahay yani bimacna ma sahla marka had marka waxaa muuqata marka bashariyata rasuuli sallallahu alayhi wasallam rasuulku inuu marka bini aadam yahay ee markii uu muuqanaysa salaatu rabbi wasalaamu alayhi hadda waxay tiri taasu marka nabiga oo saa ila hadlaya oo third person inaanahay mufrad gaib ayaa shaki ugu beertay bay tiri in meeshaas wax jiraan yaba mal mas'ala fiha in meeshi dhig jiraan kadib waxay tiri markaan in yar xogaa ilaahi subhanahu wa ta'ala u qadaray oo aan xogaa ladnaaday bay tiri ayaan soo baxay bay tiri damba yeeshay bay tiri dantana waxa ahayd inaan xam ilan dumarku iyagu xamaamad ma lahaan jirin waa systemki carabta bay leedahay xadiidka bukhari oo xamaamka meel fog guryaha laga fogaan jiray waxaana laga yaabaa maalin dhaaf iyo habeen dhaaf in loo aado qofkana markuu aadayo wuxuu ku qasban yahay inuu qof kale uu ka haysto meesha maadaama cidla ay tahay waxay tiri waxaan israacnay bay tiri ummi misdax misdax nin lagu magacaabo oo abubakar radiyallahu anhu ardaah habartii ay dhashay abubakar imraha ilmaha habreed ay yihiin kiibaan israacnay tiibaan israacnay bay tiri haweenayda iyada ah waxaan aadna xaggaa iyo manaasic waxay tiri waxaa dhacday bay tiri markaan meesha aadna kadib oo aanu eriyada aanu soo galnay ayaa way turonturootay haweenaydii uu mustaxahayd kadib waxay la soo booday haweenku war maqaryaane tacisa misdax bay tiri waqu misdax halaagsamo kelmaddii bay marka la soo booday kadib waxaan iri bay tiri waan u jawaabay waxaan iri bi'sa ma qult atusubbiina rajulan qad shahida badra hooyadii bogt waan u jawaabay bay tiri waxaan iri hadalkaagu waa hadal quruxsan maahane nin badar joogay oo goobjoog ka ahaa miyaad leedahay halaagsamo hadalkaa markaan ku qabsaday bay tiri ay waxay tiri ay hun antaah bay tiri antaa waa maxduqan yahay oo qofka waxba aanan la socon waxaa la socotid ma lahana miyaadan maqlin dadku waxay isla dhexmareen hadallada magaalada wareegaya kadib bay hadalkii ii sheegtay bay tiri
hadalka markii dhigteed uu ku soo dhacay markii horena dareen baan jiray oo ah waxbay dareensanayd xanuunkii fasdadtu maradan ila maradi xanuunkii hayay mid ka daran baaba ugu yimid bay tiri markii guriga markaan ku soo laabtay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam way garan kartaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxuu noocan ma ugaga xanaaqsan yahay markii guriga uu soo galay uu yiri kayfa tiikum tiibal iga warrama mudabbila buu nabiga sallallahu alayhi wasallam hawsha ku waday bay waxay tiri rasuulallah sheekadu way fahamsan tahay marka kan ata'adhanu li an aati abaway maad ii ogolaatid aan baxa ah inaan aado labadeeda waalid arag haddii xataa la kala xanaaqsan yahay macnaheeda maaha mar hadduu isaga hadalka iga goostay aanu ila hadlayn anima ujoojin uma joojinay anoo dhaqaaqay macnaheeda maaha wailaha hadasha waxay tiri ata'adhana li an aati abaway rasuulallah miyuu ogoshay inaan aabahay iyo hooyaday aado waxay tiri markaana waxay igaga dhaganta oo aan rabaa inaan hubsado hadalka kan meesha uu ka yimid iyadoo dabcan uu mustaxay u warantay haddana khabar alwaaxid sidiisaba yaqiin ma faa'iideeyo waxay u baahan tahay qof kale inuu war hadalkii markaa u akido kadib waa lii idmay waxaan u yimid bay tiri aabahay hooyaday oo abubakar iyo hooyadeed bay u timid hooyaday baan la hadla waxaan iri yaa ummataa maa yatxadau nnaas warkan magaalada wareegayo dadka ku sheekaysanayaan oo aan maqlay muxuu yahay markaasi waxay tiri hawinii calayki ya bunaya isdaji bay tiri wax waxba kasoo qaadin maxaale badanaa waxaa dhacday bay tiri haweeney walbaba oo ilaahi subxaanah watacaala wadia u ka dhigo qurxiyey nin jecelna la joogtaay mar walba hariifooyin bay leedahay iyo dumar bimacna islamarkaana leh daraa'ir leh hariifooyin leh dumar la qaba ay la jiraan ay joogaan waxaan shaki ku jirin inaan loo joojinayn cadowgeeda badaneh iska lugah dhulka dhigo markaasaa waxaan yiri bay tiri subxaanallah hooyada markii aad bay u caqli badnayd waa ay dejisa waxay tiri ha u joojin waxaa laga yaabaa dumarkan lagula qabo inay qeyb ka yihiin oo bahasha ay shidayaan iska tartiibso markaasi waxay tiri markii hadalkaa hooyadeed ay tiri dabcan hadalka maxaa laga fahmay hadal qurux badan laakiin hadalka wuu jiraa waxa la sheegay inay magaalada ku jiraa markaasi waxay raacisay riwaayat albukhaari waxay leedahay waqad taxadatha annaasu bihaada oo dadku waxaasu xataa afkooda ma soo marin wax lagu sheekaysamiyay noqoto markaasi tiri ha halkaa waxa ay tiri laga bilaabo waqtiga ooyin baan la dhaqaaqay bay tiri xataa asbaxtu laa yarqa'u lii damac ilintaydu way istaagi weyda bay tiri walaa agtaxilu binawmin hurdana kuma indha kuulan bay tiri labada indhood isma saarin kadib waa barisa bay tiri anuu ooye nabiga sal alay wasalam waa bashar markii wuxuu u yeeray cali bn abi aalib kow iyo wuxuu u yeeray usaamat bnu zaydin dabcan nabiga sal alay slam marka kan waxaa soo muuqanaya bashariyadiisii ili waxyi meeshi ma jiro waxyigiina ma soo degin kadib nebigu wuxuu bilaabay marka inuu la sheekaysto amaba uu la tashado cali ibn abi aalib ee usaama bnu zayd uu yidhaahdo war sha'nigan maanta ama arrinkan meesha taagan maxaan ka yeelay caaisha warkuna meeshaasuu maraya hadalkaaba magaalada ku jira suuqaa laysla dhex marayaa ee maxaa xala kadib usaama bnu zayd isagoo hadalkiisu u koobnaa wuxuu yihi yaa rasuulallah saad ogtahaba ahalkaaga berinimaan ku ognahay inay innocent yihiin waxba aanay geysan taasaa noo muuqato kow wuxuu yidhi waad ogtahay aniga haddaan ahay usaama bnu zayd wanaagga iyo jacaylka aan gurigiina iyo reerkiina u qabo rasuulallah horta intaasaad iga ogtahay buu yidhi intaa markuu sheegay kadib bu wuxuu yidhi hum ahluk walaa naclamu ilaa khayr rasuul allow waa ahalkaaga waxaan khayr ahaynna kuma ogin hadalkan magaalada laysla dhex maraya hadal isagu baseless wey oo hadal aanan lahayn yacni ama asaas aanan lahayn laa naclamu ahlaka ilaa khayra intaa markuu yidhi kadib cali bn abi aalib la tashta wuxuu yihi ya cali adiguna ka waran cali markiiba seeftiisu banaanka ahayd wuxuu yihi lam yudayiq illahu calayka nisa ilahay nagaha kuma ciriirin bu rasuul allah wannisaau siwaaha kahiir dumarkuna way badan yihiin haddii iyada warkan la geliyey dhaqaaq buu yidhi hore u dhaqaaqo mid kale raaso laakiin waxaan kugula talin lahaa buyihi inta hadalka aanu meesha aanu gaarin jaariyadda guriga joogtae ka shaqaysaay iyada su-aal weydii waa bariira iyada runta kuu sheegaysay nabiga sal alay waslam arag usaamu maraya uu soo gudbay cali bn abi aalib jaariyadii baa loo yeeray nabiga sal alay wasalam wuxuu yihi ay bariira intaad gurigan joogtay buu yidhi wax ku shaki geliya caaisha tasarufaadkii wax makaaga muuqdeen yani bimacna qof ilan waa la garan karaa haweenaydu marka ay dheeraanayso iyo marka kale waa la garan karaa intaad guriga joogtay wax makaaga muuqdeen su-aasha markuu weydiiyey bay waxay tiri bariira jawaabtay waxay tiri waladii bacathaka bilxaq ilaahay xaqa kugu soo diray baan ku dhaartay wax runtii aan maanta qoonsado
ama aan isleeyahay arrinkaa waxbaa ka jira oo aan farta ku taagi kara malo aan ahayn inay tahay gabar yaro aad iyo aad u da-yar cajiinkay ka seexata kadibna xayawaankan guriga jooga marka dawaajin waa domestic animal wax walba guriga taymka ah ee dadku ay runtii ay keergareeyaan ama ha noqdo ridi yar ee guriga joogta ariga ha noqdo ama noocan ma digaaga meesha jooga wuxuunba kaasaa ka cuntabid raashinkaa laga cunaa xataa qof raashinkeeda xataa ilaashan karta maa yani bimacnaa arag waxay rabtaa inay muujiso qof innocenti inay tahay waxaas qof adduun iyo howlo kaleba ay ku xiran yihiin oo dhaqdhaqaaq badan maa xataa cajiinkeediiba ilaashan laadahay qof markaa meelo kale ka gaari kara maa hadalkaa markay tiri kadib nabiga sal alla lay wasalam si u socdo oo mimbarka istaagay marka markaas shirweya iga qabanayay buu yiri ninka lagu magaca cabdullaahi ibnu ubay ibnu saloon ninka liya ninka munaafiqo farta ku taagay من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي وريا إيقا قمان يعنين لبكي سوحو صوص عضبا ما أنت قرية إيراركي يسوك جاري هذا الكلام مركو يلي كدب بو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إله بان كور دارتي أهل كي وحان خير أهين وان كو أغاهي مالها وعيكالا إيش شاقين بيرنين وحوت المامي النبي صلى الله عليه وسلم صفاني بن معطل إسنا وحان خير أهين أنا كو أغاهين مانا أيان دعين بير هذا كهر صفوان وكلي دم دم له انو غوريغا سو غره الا انو الى جيره مويان يعني بمعنى كونتكست لسو شيغي كرو ليه كرو عائشه صفوان با ميل مره ودا فريستي او شكي ماشو ايمان كرا ما نين كان من اهل الخير و غوريغي ولي اسكما سو غره انو الى سوده مويان زيد على ذلك عائشه وهوين ايدي خير ان بان كو اوغاهي ور نيمان كان وركا ودا اي ور رحمه تشيل كودا مالها لا فرغني هادلك يا ايغا قبان بي النبي صلى الله عليه وسلم انت مركو يري كدب markii waxaa hinqado istaagay Sa'd bin Mu'ad wa Ansari Sa'd bin Mu'ad wuxuu yiri ya Rasuulallah ka ana ka shaqeynayaa anigu da haduu inaga naga dhasho nagu reer yahay oo aws u yahay surkan u dheereen nabii hadii walaalahan khazar uu kasoo jeedana nafar anaga naqaan meesha marineen hadalka Sa'd bin Mu'ad hadal qurux badan wuxuu kan inaga naga dhashay nagu jifada ah inaga meel marineyno edbinayna kan kalaana waxaad nafartid uu weeyay bimaan maadaama inaan dhigiis inaga inaan lahayn hadalka markii uu yiri Sa'd ibn Mu'ad ayaa waxa ka daba istaagay Sa'd ibn Ubada isagoo waa khazraji Sa'd ibn Mu'adna aws intuu istaagay ayuu xiir waanin saalixan u ahaa oo ahlul khayr ah oo dadkii nabiga sallallahu alayhi wasallam garabkiisa istaagna laakiin xogaa bahashii nambaradii ku fogaaday xogaa bahashii qabyaaladii ba gashay markaasu intuu u jawaabay buu xiray kadabta la amrullah ban ba sheegtay buu la taqtulu wala taqdir ala qatli mana dili kartid kumana dhacdid buu yiri ninkaasoo kale inaad dishid hadalka markuu yiri kadib halka markaa waxa fadhiya Sa'd ibn Mu'ad in adeerkii ba fadhiya oo lagu magacaabo Usayd ibn Hudayr oo isna mashhuura oo wajahale ninkii buu u jawaabay hadana ilaa meesha in adeerkii ba fadhiyasna Sa'd ibn Mu'ad wuu jawaabay markii ba jawaab bixiyay markaas uu yiri wallahi kadabta la amrullah la naqtulanna wan kajareena biiran dilina fa innaka munafiq buu guray wali munafiq ba tahay munafiqiinta wa difaaci sabiil waxay noqotay marka waxay noqotay xafad xafad bimaana halkana nimankii aws aha oo kacsan Usayd ibn Hudayr oo halka uu soo gurmaday ii qalihi khazraj ah nimankana wala iqan wadadkii dagaal muddo ka badan 100 sano uu soo dhex jiray dagaal sooyaal ah oo soo joogta ah aan kala go' lahayn oo midkii maanta hana qaad noqdaba oo hubka intuu qaato isku daya inuu dagaaladii hore markaa u arag qaado xurub duruus iyo waxa taariikhdu ay suugaanto ay xiganayso wax la qiyaasi kara ma wadadka sida gaarka loo lahaa waxa tasmiin bihabillahi jami'an ilahi ulay wadhkuru ni'mat allah alaykum id kuntum a'daan fa alafa bayna qulubikum marka ma sahlana markii ba jawigu wuxuu noqday mukahrab jawi marka isagu ma aragtay electric shock uu qabsaday oo xagga oo ay runtu ay gaartay habar waasho ay gaartay buu noqday markaas wuxuu leeyahay xadiidka bukhari hatta hammu an yaqtatilu wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam qa'iman ala minbar wa hayba kusigtan in islaayaan oo safa isku qaataan iyada nabiga sallallahu alayhi wasallam barku u taagay nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu wuxuu bilaabay shaqo kale u soo baxday markaa inuu dadka diji war aamus waxay tiri Aisha intaa waxa ay dhacayaan nabiga minbarka uu taagan yahay dadka reeruhu isku baxbaxsanayaan nabiga haddana uu ku mashquulay dadka inuu dajiyo
waxay tiri wabakaytu yowmi, anna waxay tiri ooyin baan unba daldalaya, ooyintii baa socota, ilintu ma istaagayso, hurdana igama imaanaysa bay tiri. Arrinkaa marka markuu dhacay, xitaa ilaa Abubakar iyo hooyaday ay moodeen anna albukaa faaliqun kabadii, in ooyintu ay beerkaba ay jari doonto, yani bimacnaa waxa ay socoto beerkaaba caddaada bay tiri. Iyadoo sida ay tahay nabiga sal alla lay wasalam sida uu fadhiyo oo labadii waalidna meesha ay fadhiyaan, ayaa haweenay ansaariyada ba albaabkii isoo gargarcaday bay tiri, waxay tiri ma soo geli karaa, soo gal baan iri, way ag fadhiisaday bay tiri. Markay aragtay inay ooyo iyadana halkaasay way cambirtay, ooyintii halkaasa ka bilowna bay tiri. Xaaladaas inagoo ku sugan, dumarku saasay ku fiican yihiin, way kula wadayaan, iyadoo bahashii aan wadno waan isla ooyeyno sha'nigu meesha uu marayo, ayaa nebiga sallallahu alayhi wasallam meesha kasoo gala marka wuuna salaamay. Kadib nebigu isoo ag fariistay muddadii bisha ahayd ee soo martay ee xanuunku i hayana, nebiga sallallahu alayhi wasallam kuma arkin isoo ag fariisanay. Kayfa tiikum meel fuki yiraahda, xaggaasuu kaga doomaa, markaasuu ag fariistay bay tiri. Markuu isoo ag fariistay, nebiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu bilaabay marka inuu fatashahad bay tiri, yani bimacnaa ashhadu an laa ilaha illa, sida qofka markuu hadalka uu bilaabayo inuu xamdalaysto. Kadib markuu ag fariistay wuxuu igu yiri bay tiri, yaa caaisha ama bacd, yaa caaisha fa innahu qad balaganii canki kadaa wa kadaa, waxa iga kaasoo gaara hadal sidaa iyo sidaa ah, fa in kuntii bari'a fasayubri'uki illaah, haddaadan shaqo ku lehna inoosanta aad tahay dembi aadan geysan, ilaahay baa ku baryeeli doona. Wa in kuntii alamti bidambin fastakfir illaha watuubi ilayh, haddiise ay dhacday inuu dembi uu dhacay soo maha, ilaahay subxaana wa tacaala intaad dembidaaf weydiisatid ilaahay u toobakeen. Markaasuu nebigu wuxuu u raaciyay, fa ina alcabda ida actarafa bidambin thuma taaba allahu caleyh, addoonka ilaahay hadduu dembigiisa u qirto oo u garowsado, ilaahayna u tooba keena, ilaahay subxaana toobadu ka aqbalay. Arag nebiga sal alla lay wasalam sida warka loogu waday wuxuu gaaraya heer noocan ma hadalkii suuqa laisla dhexmaray percentage baa nebiga sal alla lay wasalam galay, ilaa heer lutfigii lagu yiqiin iyo turisi aanu muujin, ilaa heer kelmadda uu ku hadlay ay tahay kelmad la yiqiin ma ahayn, kayfa tiikum kelmad aad id u fog wey oo ka fog wixii nebiga sal alla lay wasalam kalgacaylkii markaa lagu yiqiin. Zid calaa dalika, wuxuu leeyay haddiiba wax kaa dhaceenna uu leeyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Nebiga markii hadalka u dhameeyey waxay tiri, waqtiga laga bilaabay waxay tirtay ilintu way istaagtay bay tiri, maa uxisu minhu qatra, wax ilin yar oo iga soo difiqday ma lahayn bay tiri. Kadib baan aabahay la hadlay, markaas waxaan ku yiri, aabo u jawaab nebiga sallallahu alayhi wasallam, wuxuu leeyahay adigii hadal, adaa wakiil iga ah. Markaasuu isna wuxuu yiri, maa adri maa aqulu lirasuulillahi sallallahu alayhi wasallam, ma garanayo waxa rasuulku ugu jawaabo, rasuulku uma jawaabi karo, yani haybad baa muuqata uu iska aamusay. Waxay istiri marka, waa intaasoo dumarku ay diiradaane, bal la hadal hooyada, ajiibi canii yaa ummaa, hooya iga jawaab, rasuulka sal alla lay wasalam jawaab. Waxay tiri, rasuulka sal alla lay wasalam maxaan ugu jawaabaa, yani labadiina waa ii qabteen oo ilmaanay nebiga sal alla lay wasalam maanay la hadlin. Waxay tiri marka, gabar yarna waan ahaa, qur-aankana in fara badan kama xifdisnayn bay tiri. Markaasa waxaan iri bay tiri, wallaahi low caraft lakum annii annakum qad samictum bihada xata istaqara fii nufuusikum, ama laqad caraft, waxaan ogaaday inaad hadalladan magaalada laisla dhex marayo aad aad iyo aad ugu dheg raariciseen, ilaa heer arrinka qalbigiina uu ku sugnaado aad ka rumayseen oo aad rumayseen. Haddaan maanta idin idhaahdo caaisha anoo ah beri baan nahay, ima rumaynaysaan. Haddaan ictiraaftana dembi aanan gelin oo aan shaqo ku lahayn laga yaaba inaad rumaysaan, ilaan arag waxay ka hadlaysaa psychologiyaadka meesha markaa jira, ilaan qofku sida loo cufay oo warka loogu guray, warka loogu guray waxaa marka ku batay 99% hadalka magaalada wareegay. Marka wuxuu yidhi, barnaamijka keliya idinku socon karta bay leedahay caaisha, waa inaan idin idhaahdo keliya waan sameeyey, taa unbaa rumaynaysaan sidaad hadalka idinkugu guray, tiina shaqo kumali. Laakiin haddaan dhaho ma samaynina, igama rumaynaysaan. Markaasi waxay tiri, aniga idinka waxaa tusaale inoo ah mathalkaygii, mathalkiina wax kale maaha, waa nabiyulaahi yacquub calayhi salaam. Jawaabtu yidhi, fa sabrun jamiil wallahu almustacaanu calaa maa tasifuun, inta unba maanta idin leeya, arrinkaygu waa inaan sabro, sabarkan mush ay sabar mid aad aad u wanaagsan, ilaahay subxaana wa tacaala mid la kaalmaysta. Kadib waxay tiri, meeshii baan ka kacay, sariirteydii baan tegay bay tiri. Ilaahay subxaana wa tacaalana wuu og yahay inaan beri ah,
وأن هوي بيتير الله سبحانه وتعالى نوحيجي نوعا ما شأنيجي قال لها اللي دونه لكن اسم الله هين بيتيري ونفس الدي ذا مجال سنين هار أن آمين أضع عائشة أيوحى كوسو دقي وحي كإيمان من فوق سبع سماوات كذب نوح ونقرا القرآن لأقري إلى يوم القيامة أدي عائشة ولي ما آمين بيت لكن وحانس لها برا أذى وإيمان دونتا وحي كإيمان دونتا رياء النبي صلى الله عليه وسلم أركي رياء بن فيلي إنه النبي صلى الله عليه وسلم تور رياضة كذب نوح إلى هذا وحان أركي والرياضة اللي يقول تسي عائشة إن أنا دم بأنا جلين لكن ما في لين بيتر إن آيات القرآن مركا يسود دقيا كذب وحي ترى والله إله بان كل أرتي رسولك ولي ماشي سانا كذا قاقن أو فديا آيات القرآن كيسود دقيا بيتر نبي وحى كيمد وحى قبان جري مركا وحي يسود دقيا وحي قاد بوع عصلا حديث البخاري مسلم با نبي صلى مركا وحي ويمادا وجريريا قفك أكفر ليه أو نوعا ما جربك كوهيا وما أتكي سانكره وحي روق روق بولاي هاي نبي يقول مركي بديدي بديدي جري لكن ديدي كي سؤاد بودجونا ما مرك وحي وسود دقي كده النبي صلى الله عليه وسلم مركي وحي يجي مرك عبار وهي بهالمر مركي وحي يجي استاجي بالنبي صلى الله عليه وسلم قص المركا وقصلي كلمة دي والرئيس وكل واقع حي ترى إنه يراده أبشري يا عائشة أبشري يا عائشة أما والله قد برأك الله بشارة يسوع إلهي بركة دقي تامر كده عندك كده بعيد ويسود دقيين بهذا وحي يترى رسولك واستاج يعني بمعنى على الأقل thank you ده جزاك الخير إيه هو شاده مركز صحن اللي بيتر والله لا أقوم به هو يشتاق ما بيتر عد كلا أنا قام هذا النقل مجلس أنا هين رب العالمين جل وعلا أنا جا إن بري هاي السماء ده كسود جي ربي جاب متسينا لما هد عليه كدي بروح يسود وحسود دكت أيضا هنا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم طبعا أيضا بمركز سود دكت أيضا مركز سود دقيه برارجين وحاء وعلى غيابة إن نراه مثلا صورة أنزلها مركان صواب اللوني وحيكاها تسي الزينة دي وحيكاها تسي قذفك إن قفك يسير هذا آيات هنو محي وهايين أرر إيا انتردكشن وحصوص عضا إفكي شقا إسكو ماله بل آدي آد بي مركا وقاقه الرئيين سيدا مركا تاريخ أهان مركا إيته نبي صلى الله عليه وسلم مركا طبعا مركي أرنكا ودعي كدي أو بكر رضي الله عنه مركي وقو أنبوقات مصطح وأنصات الماني إنه أها نين المهبرات أيهين ونين إسكا فقير وحبا أن الهيسان وحبي لجر أبو بكر أبو بكر طبعا مركو أقاد مستح إنه قيب كأها قال ليه روم رسك وذي هذا الله ما لها للحمري بوقع وحقوق قاتوح يلقى بالله ما أنت بيلك أنكسين جرين وان قوي بيل هذا قبرت أذير وقادا وأهايد إن دادك كدي ديين النقطي وهذا الكام يا لحل صلح مري إنه كده قال لنتي دا أهايد بياد قيب كالنقطة لقى بالله والله أنا ما أنت كدب وحبا كسينين كده ومركا عيدو يسودن ولا يأتي لأولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أياته يسودن أولي القربة والمساكين والمهاجر أياته يسودن ألا تحبون أن يغفر الله لكم مركا يسودكت وأتون أبو بكر رضي الله عنه يري نعم وحرب إني الله سبحانه وتعالى نبيك قناف نبيك صلى الله عليه وسلم طبعا وحوك له سؤال ويدي زينب بنت جحش زينب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وين النساء هاي هو ويدي ويري زينب عائشة ما حد كلا صعتها طبعا ما دام زينب عائشة الله يسلقبه وأكتهن دمر كمرك الله يسلقبه وهريفات يسكيهن حرش بالله يسوق فديا قال ديار مرك يمد الجشتة كلا وكيف أيدي ستها زينب مرك وحيدين يترى هذا تنص وما ها وتكون شرنت إن يترى هذا أي صم عقلي كمان أنت اللي تمرك مكهلن مركي وحي تري أحمي سمعي وبصري رسول الله دقهي قئيه أرقي قوان إلى لنا ياي والله ما علمت إلا خيرا عائشة قبل اللي وحن خيرهن كم أجي بيتري وعلى ذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها زين وحي هي تكلية إلى ترتن تبعه صائتها دنا إلهي سبحانه وتعالى وحو كو إلى لي إن ورع حلال ميرتك تقوى ذا لكن قبل السوق هذا الكأدي أدور رواجسي إلا دحمرت ولا شيء بقى هيد حمنا بنت جحش النبي صلى الله عليه وسلم مركه حمنا بنت جحش اي حسان بن ثابت ايو مصطح صدح لاقف هذلك انت اي كجيسن كرام بكجيستين ايو نينك ماستر ماينر كا شيكدان اي هلك اي كتي من اصلهان ودبري نينك لو يقال عبد الله بن مسلول عروه مركه وحو ليهي عائشه مركه ايو حسان بن ثابت وانو من دون اشعارتي هلك او كتري وقيب وكاها
هذا هو الرواجي سوق على الجلي هذا أنا عائشة ما ينجعلين بولي هاي عروة مركها فريرة وحواهي عائشة فريرة وهاي وهاي تري وحلي عروة عائشة ما ينجعلين إن حسان بن ثابت هرتد الوعي بين ليه جرت حسان وانيك هذا كهريري فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه أبهي أبيه إيه دم قد كي عرض جيجا أنتوا بوحي إلى لين يهنا إلى لين النبي صلى الله عليه وسلم عرض جيس مرح هذا يصير تانيك هذا الكايري تحذينين أفتهنا وجبيانا وها نينك يوحوها الناطق الرسمي أفيانك وها الجماعة المؤمنة وأنك النبي صلى رد عني يا حسان ولها هذا الكاب وما لين كايري بيتي المرك نينك إسق أكتر لهم عايكرو إنك الصو هذا الك وقيب وكاسد التاريخ أي موجري الصو ذاتي هذا الله ما لها وذي وكمدها وفي نفس الوقت ومركو وين هذا كدي من وين ربي عليه isoo inda aan lahayn wa tu aayshe inta u yimid urdaar badan oo bixinayo sida taariikhdu markay muujinayso marka waala kullin ninkaas marka warka laga sheegay safaan ibn Muattil oo leeyahay isagii aayshe oo isku hareen oo isla khalwoodan leeyahay ninka isaga hadaladiis waxa kamid ah wallahi ma kashaftu min kanfi untha qad hadda kahor mayan dhicin haweenay ina guntinta ka furo mayan dhicin bimaana tabaan isug mutazawid buu aha riwaayadii qarkood meelaha ku qorona bimaana ma guursan karin iyo aalad ma lahayn iyo meelaha ku qoran iyo noocan ma wax sax maaha inuu ilmo laha waa noo iman doonta biidin ilaah subhanahu wa ta'ala halka marka waxa marka ka muuqata xadiithada marka riwaayada bukhari min alifha ila yaaha intaba ah xadiithka waxa laga qaadanaya in ka badan 100 faa'ido oo ay kamid tahay inay banaann tahay qofku markuu hal dumar in ka badan uu qabo si uu cadaaladii aan uga tagin haduu rabo inuu wuxuu sameeyo safar iyo socdaal ama inuu qalo in la safro inuu u qorceeyo oo u qoryo tuuro inay tahay waa diin waxa kale halka laga qaadanaya haweenadu kaliye inaan iska dhaqaaqno mahram ay wadato hadii meesha mahram uu jiri lahaa Aaysha maalinka sheekada ma dhacdeen oo been abuurka meesha la sanad dhaxmareen waxa kale hadana laga qaadanaya duulanka in ay u baxdo Aaysha radhiyallahu anha ardaha وحكوا الله قادنا حجابك محلو حلاذا لما أنزل الحجاب لقب الله مانك آية الحجاب أي سودكتي إنه شيء فريضة وياهي وحكوا الله قادنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ربي وسلام عليه إنه سن غيبك أن ولسعان وحق قرصان إعلان رسولك صلى الله عليه وسلم وركما هاي إلهي سبحانه وتعالى بلقوني النقضة والله وإلا هدوء قال لها صومة هدوء قال صلاة ربي وسلام عليه ضدك حوليه لا أنا إذن كو أقبح لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكو سامي waxa laga qaadanaya nabiga sallallahu alayhi wasallam bini aadanimadiisa laga qaadanaya waxa laga qaadanaya hadana diintu waxba inaanay qarin hadii wax la qarin laha nabiga sallallahu alayhi wasallam gurigiisa wax dhaxmaray isaga reerkiisi xoga noocan ma kala disanaanti meesha timid hadal isla dhaxmaro quraanka uu qarin la waxiga wuxuu ka tagay marka malaha shay waba sidoo yahay lagu soo gudbiyay waxa kale laga qaadanaya hadana haweenaydu waxyaabaha aanan waxba ahayn oo urfigu dadku aanay u qoonin safar iyo wixii lamida oo baahna inay idan weydiisato mesela suuqan wax ka soo gadanaya macneedu ma aha adoon iyo anoon ku ogolayn ma bixi kartin la dhahay ila dhigi karo yani macneedu ma aha bidaliil Aaysha iska dhaqaaqday iyadoo xaraasanaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ay markaa kama keenin wax kale laga qaadanaya hadana ilaahi subhanahu wa ta'ala awliidiisa uu ilaalinayo ka waran Aaysha habeenka markaa meesha ay tagtay hadii hurdalaan ay ku dhici lahayd ilaahi subhanahu wa ta'ala hurdasiye si ay markaa baladii ay u sugto wax kale laga qaadanaya in ابن حجر بفائدنا وتا وحلقة قادنا يا بيري هنقلتاك قفك وهن حوالا الدنيا وهنقلتاك لبتا إلاذ عائشة هداني كفكر لهن كوشي حميد ماشا كاقضي لبتا كما إمان تابو ليه لبتا نوران بمسوق قارين لكن باشا يعني كدافن انت لبا بدب الأرق وحكو الله قادنا يا صفوان ابن معطل يا أخلاقيات كيسي مركو أركي نبيك صلى الله عليه وسلم حرم كيسي مركو أركي مركي وحب الله بإنه يرهن إنا لله وإنا إليه راجعون كلمه كلامه كلامه حلن هلك waxaa laga qaadanaya hadii baad duruufta adiga ku baday inaad noocan ma taxi iyo bus uu dad aad ku qaado sheekadan tirada badan aad wadatid ni hola laabo iska tartiibso maxay yeelay safaan ibn Muattil isagoo wada hadal kale kama imin maxay yeelay waxa daruuriga waa la gartay laakiin maanta dhan hadaan markii ka bilowday intaad ka timid iyo aan ku arki jiray sheekadu way furfurmaysa khatarteeda marka leed waxa kale halka laga qaadanaya hadana عائشة سي حجابك مركي ugu degdegtay halka qaadan gabadha muuminada markii ay aragto in ajaanib ay ku soo socdaan inaan is kala dhigan oo markii ay xijaabka isku boobto wax kale laga qaadan istirjaacu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un markii musiba ay dhacdo inay banaann tahay sharciina ay tahay waxa kale laga qaadanay hadana in nabiga sallallahu alayhi wasallam
بمعنى قفك إن وكوخس بينها هدي وحلقوسو أما بلقوسو أموعوني ماذان إنه أن يبرئ ساحته يعني إنه قفك كان يراهضو نوعا ما وحن أنيقى شقاك كماليه ودير النبي صلى الله عليه وسلم لا تاغن صفيه لوادين markay soo aqmareen oo ay hadal ay socod ka boobsiyeen iyagoo sa nabiga sallallahu alayhi wasallam qofkan u la taagan oo ruux dumar noocan ma shaki wa soo aqalay soo ma nabi wuxuu yiri inaha safiye markay subhanallahi rasulullah wax kale iimaanan jeedin kaliya markaa sir ala rislikuma inaha safiye maxaa ila in shaytaan yajri min ibn aadama majra dam wa tu nabiga sallallahu alayhi wasallam wax kale laga qaadanaya hadana qofka xanuunsan wax dib u keenin kari inaa looga sheekeyn kawar hadii Aisha ayda xanuunsan markaa wuxuu ogaabay bogsootay hadii bisha ay sarirta ay jiifta hadii warka loo keenin laha xanuunka inta uu ka sii dari laha mar dambe ay leedahay iyadoo bogsootay galaalka maqashay wax leh fama laqad izdadtu marada udur kalaaba ii kordhabay leed sadex qofka markuu xanuunsan yahay mushaakilka looma sheego qof xanuunsan markaad booqatid noocan ma xanuun u hayo hadhihin yaani bimaana hawga sheekeena dadka xanuunkooda hadhihin inta laga hayo ma waxa ku hayo xanuunkan ha wallahi adeerkii hadda kor ku dhacayo kansar buu isu rogo kadib waa dhintay wallahi eedada buu ku dhacayo hadana iyada ma aragto lugti baa fuurtay gaf baa la siiyay qofku waa isqalq baa galay waxa laga yaaba qofka xitaa marka dhaahday hargab baa ahay duriba ahay inuu konton qof oo hargab u dhintay oo dur u dhintay inuu xataa ku keen xisaaya daqiiqo oo khatarteeda marka la qofka marka waa la ixtiraamo waxa kala kamid hadana nabiga sallallahu alayhi wasallam akhlaaqdiisa guriga intuu joogay in ay ka muuqatay noocan ma hadii yani xubbi kalgacayl inuu muujin jiray maxay la waxay leedahay markaan xanuunsada lutfi baan ka dareemi jiray xogaa yar markii nabiga iga in yar iga dedana lutfigii baan waayay taa marka waxa ka soo baxaysa markasta ay xanuunsatay inuu dareel gaaray uu siin jiray salaatu rabbi wasalaamu calayhi waxa kale laga qaadanaya haweenka saxaabiyaadka xishoodkooda habeen un baanu bixi jinnabe leedahay marka aan dana gudanayno umar baa dad magaalada taagan maayan hayn waxa kale laga qaadanaya hadana haweenaydu marka ay meel aadeyso inay iska wacanto wanaagsan tahay in hore u kaxaysato qof marka weheliye maxay yeelay waxay kaxaysato mustax sida xadiidka marka ka muuqata waxa kale laga qaadanaya hada dadkii badar meesha joogay iyo makanada ay leeyihiin waxa laga qaadanaya qof muslim horta hadii wax looga sheego inaad si markiiba aad radisid maxay yeelay mustax marka intay turan turato ay tiri taysa mustax Aisha waxay tiri atasubina rajulan shahida badra qof badar joogay goob joog ka ahaa miyaad ku dhiiranaysaa hadal inaad ka tir waana hooyadii inay taa marka ay haboon tahay waxa kale laga qaadanaya hadana qofka madluumka ah in la difaaco maxay yeelay waa ay difaacday waad arkaysaa waxa kale laga qaadanaya hadana dunuubtu yani sida meeshan masala laga qaadanayo dadka markii la yiri dadkii badar haadiray ilaahay subxaanahu wa ta'aala qad ghafartu lakum dambiina wa dhaafay waxa laga fahmay ninkii badar haadir inuu dambi aanu ka dhicin sida saxda ah inuu dambi uu ka dhacay wey laakiin dambigooda waxaa la helay heshiisiinaya toobadii ba ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida saxda ah masaladu waa sida walaalika wuxuu leeyahay al-xafid ibn hajar al-asqalani markuu masaladan uu sheegay masaladan waxa ku baraarujiyay wuxuu leeyahay al-sheikh abu muhammad ibn abi jamra wuxuu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'aala umada ha ku anfacee waxa kale laga qaadanaya hadana in al-mar'a yani in hadii xataa ay aadeyso haweeneyda waalidka xataa haday aadeyso inay haboonta inay idan qaadato maxay ila waxay tiri ata'adana li an aati abawi miyo ogolaanaysa aabahi miya laga xigaa iyo markii inaan la soo boodin wey waxa kale halka laga qaadanay hadana in qofka markii musiibo ay ku timaado kelimada jin karta ee moralka u dhisi karta ee simbitha muujinaysa qofka inaan ka tagin maxay ila maxay ku tiri war iska aamus bay tiri isdaji waad ogtahay qof waxa tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nicmeeyay ninku jacalna waad ag joogtaa haweeney waxaa tahay haweene kuwa kale lala qabaa tahay mar walbana waad ogtahay kuwa lagula qabaay inaanay ku naxariisanayn bal xoogaa lagu dhul ka dhigo wax kale laga qaadanaya subxaanallahi qofka markuu yaabo inuu dhahayo taan iyadoo waxay ka mid tahay qayb sunanta ka mida waxa kale laga qaadanaya qofka inuu tasbiixsanayo hadii xaala waa xaalad markaa meesha leh waxa kale laga qaadanaya in labada ruux inta la heshiisiin kara la heshiisiiyo gaar ahaan dumarka loo dardaarmo sabarka waxa kale laga qaadanaya inay haboon tahay qofka markii arin uu la soo koosado inuu dadka la tashto ayna bannaan tahay qof xitaa adigaas leedahay uu kaa da'yar yahay ama waa kaa caqli yar yahay ama waa kaa aqoon yar yahay isleedahay xataa inaad la tashto waxba inaan ahayn maxaa nabiga sallallahu alayhi wasallam cid ka fadli badan oo ka aqoon badan oo noocan ma ka rasuulsan meeshii ma joog wamaca dalika salaatu rabbi wasalaamu calayhi usaamuu la tashtay oo caliibn abi taalib uu la tashtay oo jaariyadiibuu la tashtay
salaatu rabbi wasalaamu caleyh oo Zainab uu weydiiyey. waxaa kaloo haddana ay bannaan xitaa ninka ragga inuu haweenay uu tala weydiin karo, haddii fidna markaa laga aamin noqdo. maxaa nabiga sala jaariyadu tala weydiiyey, wuxuu kaloo weydiiyey ee dad fara badan weydiiyey salaatu rabbi wasalaamu caleyh. waxaa kaloo iyadana muuqata caaisha dadkii difaacay ee garabkeeda istaagay oo ay ugu horeeyaan Zainab iyo Usaama iyo Sacad ibnu Mucaad iyo waxaa kaloo la sheegay fi taariikh Abu Ayuub iyo haweenaydiisi. maxaa Abu Ayuub mar guriga uu soo galay oo hadalka uu sheegay bay haweenaydii ba u jawaabtay, waxay tiri noocan, waxay tiri adiga haddii ay dhici lahayd hadalkaa ka waran buyin. markaas waxay tiri waxaas macquul maaha, suurtagal maaha, haddaan aniga rasuulka ag joogi lahaa waxay wax lamida kama fakarin. caaishana waa ka fadli badanta. Abu Ayuubna wuxuu yihi annamaba rumayaanba, idan mowqifka caaisho umayan halmaami labadaa. waxaa kaloo meesha laga qaadanaya haddana xamiyadu markuu bahasha ay kacdo, qabyaaladu markay kacdo inaanay sahlanayn. maxaa yeelay marka kan iyadoo qofkii khayr bahasha ay ka tahay Sacad ibn Mucaad, Sacad ibn Cubaada khayr bay ka hadlayeen, laakiin bahasha nambaradii baa istaabtay, fiilooyinka baa istaabtay. marka kan nebigaa minbarka taagan iyo wixii baa soo degay iyo nebigaa kurbaysan iyo mushkilad baa jirtay, tiisa laga fakara maaha, dadka iyagaa isku muuqday. bahashu marka inaanay sahlanayn, haddii jiilkii koowaad noocan ma bahashu mar haddaan laga takhallusi karin, calaqal xoogaa minimis lagu sameeyo 20-30 calaqal maalinba iyadaa iska nuqsaami doonta, laakiin nambarkaas waa culus yahay, nambar sahlan maaha. waxaa meesha laga qaaday nebiga sallallahu calayhi wasalam, Cali ibn Abi Talib suu nebiga u jeclaa. maxaa yeelay Cali ibn Abi Talib markii priority wuxuu siiyey nebiga sallallahu calayhi wasalam, rasuulallah maa dayaqa allahu calayka nisaa, ilaah dumarka kuguma ciiririyen, mid kalead helaysaa ka dhaqaaq, buu yidhi. caaisha maba danaynba, inkastoo ay la boonbooniyo la yidhaahdo, halkaas caaisha Cali ibn Abi Talib xoogaa waa iska gashay oo weligeed way u hayn jirtay, inkastoo ay dhahaan laakiin masala aad iyo aad u fog weeyo meesheeda leh. waxaa kaloo meesha laga qaadanaya haddana nebiga sallallahu calayhi wasalam nimankii ansaarta ahaa say ugu hiiliyeen rasuulallah, annaga nagu daa, annaga shaqadiisa marinayna. waxaa kaloo laga qaadanaya haddana qof kastoo bini aadama inuu gafi karo ixtimaalatii, haddaanu soo sheegno oo kale, in kadaba kelmadda ah kadab walcamru llahi kadab kelmadda ah kadiba luqada carabiga marka lahjada quraysh daalaytiga la joogay waxaa loola jeeda akhta, wuu gafay, ee loolama jeeda been baa sheegtay, macnahana laga qaadanaya. waxaa kaloo laga qaadanaya haddana qofka hadduu ka gaabiyo nebiga sallallahu calayhi wasalam nusradiisa in munaafiq la dhihi karo, wuxuu yihi innaka munaafiq tujaadic almunaafiqiin. waxaa kaloo haddana laga qaadanaya haddana in tashahud qofka uu la yimaado markuu kelmad uu bilaabayo, waxaa laga qaadanayaa in qofka uu ku khasban yahay mar haddii lagu tuhmo farna lagugu soo taaga, inta aad waqti gelin kartid geli, saad isu baryeeli lahayd. waxaa kaloo haddana laga qaadanaya haddana nebiga sallallahu calayhi wasalam arrinku markuu serious uu yahay, mujaamalay afgabaadsi iyo hadal la qurxiya inaanan lahayn, intuu hor fariisbo runta u sheeg, gurigan wuxuu socon karaa. marka labada ruuxi lamaanaha saraaxa marka ay timaad, in kunti buyuu nebiga sallallahu calayhi wasalam qad alamti bidam caaisha, waxaan la sheegay dembi hadduu kaa dhacay, saraaxadaas iyadu asaraaxa raaxa waa tani marka ileyn. haddana waxaa kaloo haddana muuqata maadaam wax aan la hubin nebigu kunyu isticmaala kada wa kada, hadalka hadalkaa la iisoo sheegay. waxaa kaloo haddana laga qaadanaya qofka inuu malada marka uu wanaajiyo iyo waxa la midka ah, in ambiyadu riyada ay arkaan inay waxyi tahay. maxaa yeelay caaisha waxay tiri halka keliya aan rajo kale waxay ahayd in waxyi marka lagu soo dejiyo. waxaa kaloo laga qaadanaya qofka muuminka in loo bishaareyn karo, abshir ya caaisha, qofka wuxuu ku qosli hadday timaado inuu qosli karo. waxaa kaloo laga qaadanaya haddana in haweenaydu noocan ma ama almar'a bisifa caama, in mar almudallala ay tahay oo aad iyo aad nooc ma loo dallacsiiyey markay labadeed waalid ay la joogto iyo markay la joogto zawjkeeda ay la joogto. waxaa kaloo laga qaadanaya dhib walba ay yimaado, cusir walbaba fudayd baa ka dambeeya caaisha, bil baa soo martay, ilaahay subxaanahu wa taala xaalkiisa xalkeedu ogyahay, ilaahay inuu ka qaada. waxaa kaloo laga qaadanaya rumriska dadku isla dhex marayaan oo hadallada la iska sheegaa dhibta ay keeni karto. maxaa yeelay guriga nebiga sallallahu calayhi wasallam baa ku sigtay, guriga nebiga sallallahu calayhi wasallam baa halis galay, guriga waxii uu kusoo degay halis galay, nebiga sallallahu calayhi wasallam baa la gilgilay. sha'ni sahlan marka ma, maxaad u malaynaysaa bini aadamka kale caadiga ah ee inaga kale, maxaad u malaynaysaa in allah subxaanahu watacaala sida u difaaciya dadka cafiifiinta ah. ilaahay isaga yiri in allah yudaafic an aladiina aamanuu, rabbul caalamiin isagaa yiri. waxaa kaloo meesha laga qaadanayaa nebi zawjadiisa suurtagal inaanay ahayn inay zina ku dhacdo, ama qur-aanka markuu leeyahay marka laga hadlayay imra'ata nuux imra'ata luut oo ilaahay uu leeyay kaanata taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanatahu, marka le khiyaanadaasu maha gogol dhaaf macnaheeda maaha, in khiyaana zawjiya la yimideen macnaheeda maahana. imra'ata nuux, nuux haweenaydiisu aad bay u af xumayd, aflagaadee la iman jirta, halka
لود هواني يسونا رجع حميدة أسرع ده جوري كتوسين جرت مرك خيانة ده الشيء جي ما هتعطانا ما نعيش حكى الله لقى قاضنا يا قفك هدو وأنا قدرت كأوقة بنجرين وأنا جيس إنه صدرت كأنه ككل جول وأنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بيلبو بحنجري نيجان مركو قالت كيوكو قاضن لاربو وربح والله إنن ما أنت كدب بيل أنا كوسيني حيا لي قف إن لو أنا جيو أو الإحسان الله سبحانه وشيء دنبي قالوا شيء كلو وحلقة قف أنت أبيلي سهدات نوعا ما خلا ديرها تكو أركتو أنا ذا ندهين أنت سامح أقباني ما أنت نوحا سوئي كي نصوم خاصة ما أنت نقرب كاقة تاقناد لغا مثلا حتى تكو هي ستين وكاقة الله هانك روحك ساد إيكار مركا بيل كي اسكو محرة قفك كان إنو كل سفين إن كلاب تكلماش وحلقة قادنا أبو بكر روحا آدي أدو حانونجي حساني شي كذا مسوق قلين حمنا هذا الكيدي ومبحين لكن محايا لي نكا كان ولالكي المهارات دي يهين أو أنت أبيلي أو أنت وقعنت وكهي ما أنت وحو كل الرذي إن جبدي وجب جناد ومعنى أذار وها إنه هذا الكأوير هذا تامرك وهلكي وجبيا ولها وظلم ذوي القربة أشد غضاضة من وقع السيف المهندي قف حكتا إلا الظلمي تاسع كس سيف تيرا بقدر المرك الهو ماشوا حكى الله قاضنا يحضنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قف آيات وعلي سبوها مركي اللي رمي هذا جعلين إني لا سبحانه دم بيجينا دافو وحكى الله قاضنا يحضنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه مرك آيات علي سنو دي بيقول لابتي آياته وحي حضنا موجنين أما لقى قاضنا يقاذفكو إنو حد أولي هاي وحكى الله حضنا لقى قاضنا يقفك خلت كيس درسي ونقضى عائشة وحاد عضي حضنا مرك له إلهي سبحانه وتعالى وحي قدري ومرك آيات التيمم يسود دقيسي وحي أباهتي إن أي وحي وحكى الله مي إذا كوشى وكلنتي مركلة إن الرادي سبع مركلة كان ما ينبحين نبي صلى الله عليه وسلم بورج لي ذي سيد مركلة نصوص مركلة إيموجن يسوع وحكى الله لقى قادنا يمشى وقذبك من نوع إنه مركلة أنت صوت إنه بقول فإذوي بقول كف إذو مركلة صار أورينه وعلقى قادنا يا فإذا حدث الإفك إلى هاي إلى هاي سجى الخير بإذن كوجرة عايشة إلهي سبحانه وتعالى إنه تعلق يلته أو إلهي كحراتا ماشي هدانا كصوب بحضي دنبيكي بالقول دافي إنتا صوب لأنه حيكمي تحيا بها ضروريقا إن أنفهمنا أيتهاي والله الحمد هدبا موضوع عمركو سيدا ويهي أي وحينا لقد بون تاسو قضية إيضا هدى إنو موقتي حديثة الإفك أهل السنة هدانا يوحان أمين سنة هاي إن آيادا هدانا أقرنا وردان إيكو سود دقين عايشة بين أبوكي لقسمي شيعة مرك الله بحو في دراساتهم وحي آمين سيهين إن آياده نو أني كسو الدقين عائشة آياده نو أي كور رميين ماريا القبطية والنبي صلى الله عليه وسلم هوين إذي سي أهيد ودن بلغة قلبه وحي ليهن بان هلك هرك إقارين نبي صلى الله عليه وسلم مركو ويلكيسي ودنتي إبراهيم إبراهيم نا ماريا عدا الشي نبي تو آدي أدو مرقي حتى اللين باصات دافتي وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي أيوي دين اللي انقفك مركي قف أودنتو أصل كدين توتان إلا إذا هو إلا برارتما مركي سيد النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة قد جعل الله في قلوب عبادي ورحمة إليه سبحانه وتعالى قلوب تنو قليه باوحي لي عائشة وحي تري محمد ويل كان سمر جنيس أديك ما دالينه بمعنى ماريا ماريا بمعنى كما أديك ما دالينه نين كلا مالها الجوغة oo jureed lagu magacaabay in adeerkeed ka ba ka dhalay adiga ma dhalayn waxa isku murjinaysa kadibna aayadu intay soo dageen la leeyahay Aisha qadaf bay gashay Maria qadaf ka gashay kadibna markuu mahdiga u yimaado Aisha waa la soo qaban doona xadki baa laga oofin doona ay dambiga ay ka gashay isla iyagii fi daakhil ash-shi'a markii ay fasirayaan hadii oo ay taa u tilmaamayaan qaarkooda munsifiinta isugu sheegay ay aad iyo aad ula dagaalamay riwaayada laakiin waa riwaayad jirta al-majalisi fi kitabi ku soo arooriyay al-tabarsi fi tafsiirihi ku soo arooriyay ragooda waaweyn umdada halka marka waxa ka muuqata arag yaani nimankii munaafiqiinta abdullah ibn usul ibn salal hadalladii meelaha la dhaxmariyay waxa ka daran nimanka shiicada say arkaan aayishana waxa arkaan in baqar kalmada ay ku sheegan tii saca ahayd ama nooc lo'da ahayd waxba aanan ahayn bay ku sheegan الحميرة مريدهان مربا وحبي كشيغان هدنا وحي يسوع دعني إنه يرادان رسولك صلى الله عليه وسلم بيبي كوحد قدبتي النبي قويل كيسان وحبي كشيغتي هوين ذي سيماريه هنو ويقول يوحي لم يدوحي كم يتوحي بها فكر كالدخيل كنمان كامركا لقوهي جلوا على مركا آياتها وحو ليه إن الذين كوي جاءوا ليميد
بالإفك بين أبورك ليميد عصبة كوح وي كوح ذاس منكم إنك إني كميدة لا تحسبوه هموذين هو بين أبورك شرا شر لكم إنك إني لكم إنك إنو شر إذين هموذين بل هو إفك قال لسمي خير خير بو لكم إنك إذين إنه خير يا وحام وجني أيضاً رنم بسود دقي أخلاقيات بل إن بري عائشة أجر كل هالشيء هل كا واحد وكل شان دي منافقين تؤمنين تا واحد وكل شان دي مسلمين تا درس الله قني وحصل رنم بلا فائدة مركز رب العالمين حول اللي كل امرئ روح والباب وحى أولي هاي مكتسب وحى وجيستي ومن الإثم دنبيا والذي متك تولى يسوي لي مد أما تولي كبره أرنك كان وينين كيس ومستن ماينر كأ أو منهم كم إذا له وحو له عذاب بلي عذاب كاسو عظيم وين كاسو عذاب وين بمركة ليه هل كان مركة عصبة لغة عربية وحا لغو مقعابة سي علماء دو أيما في اللغة لغو مقعابة وح كب اللغة هل إلا إطبا محقاري لبا إلا إنك بضرنا والله قلت الماما وعلى كل عدد آدي أدو يروي ولاد القرآن كوحو له عصبة عصبة كلمة دو حلو أذيك سدي وح كوح فرق وترس ومنين تؤدن مسألة ما فرق شن كما ينهضلين بين أبورك كما الشقين سيدة دانا مركب مجتمع وجروه مروا ببحا جرى أفر يشان آدي يدود ديهرينيس ومدو مركب باري أسوعة قلبات أسوعة دوتكو مركب خير كشقين يعني حميدة كشقين ومدو الرسن كيدا إيا مني مدى مركب لغا شقين قبيالات إيا كالقوين كشقين مروا بأفر حبو أو سيدة جيرك أشقين ومدو كو بمعنى لب وكيني مروا بمجتمع البي كجرى هذا عصبة ولذلك المدى اللي هذيك سأرك وحي المركب ملا مركز الله سبحانه وتعالى هذا نوحه تلمام أنقل كإذنك أسكي تاكتين ماها لنك كفيرين سن بروسبكتف كا كجوجية لنك كلا كفيري مرة بها دار لها لبا إسوك قاري إلهي سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم بير خيري يذا إيهالك خير كأجره وأنقل كإلهي شيء وكفيرين لنك هاقا ماها طانا إنا تفهم تدو كذب رب العالمين حين والذي تولى كبره وحي علمه تلمامان مركز في التاريخ قليهن وحن ليميد حتى كما لقى أوفي مثل لقى ما أوفين وعلين حتى النبي صلى الله عليه وسلم وكأوفي إلا عبد الله بن أم الصلاة لقى ما أوفين لبع الرماد بصورة قلم مركة إن حتى إساق لقى أوفين وأمد النبي صلى الله عليه وسلم كان وصوت دمي مرة دي اللي صوت دمي إنه ضد اللي مربين أما ما دام الرجل أو كذا الشيء النوع ما أدي ضد رينا يان النبي هو كبق مركة إسقابس قبس كلامش إنه يم هذا بل النبي صلى الله عليه وسلم كإساق ساكو ومنافق وها ومر الإسلام كي الدلالة سرادية مركو جيريد وتو النبي صلى الله عليه وسلم مردي سكفن وكبر صلاة ربي وسلام عليه الضبا إذا عصبضوا أما سد حن نقدان أما سد حلا إطمن أما عفرت أن هن نقدان وعدون هن نقد النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبوا إله وعليه لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم مركه هالضبا عصبضا أيضا على تلمام أما قل هذا الشيء ومصطح أكو وحمنا والله بقى هي حسان بل بعض الروايات وحي موجنين صفان بن معطل مركو هذا كأم مقلي حسان وميلتاج انتوين بوسيف كروفت جو كده من ضاوع بجاري نبي صلى الله عليه وسلم دي جيس نحوه كما صار قادم ما دام نكمل لقعد لكن ما لا جوش حاجة جمالة سيد كتبته مركا أكو قرون الله سبحانه وتعالى مركا والذي تولى كبره لولا إذ سمعتم هرك مسلمين تهدوا الدرس على بريا مرك لولا إذ سمعتموه لولا محيبة هلا إذ سمعتموه مركض مقشين هذا الكابين تأ أضدتك إسلام دح مريان ظن المؤمنون مؤمنين تقول ملين وايين إي والمؤمنات هوان كمؤمناتك بأنفسهم نففياش وذا محي يقول ملين وايين خيرا خير وقالوا محي أورا وايين وده وايين هذا كانوا إفكم بين أبور وي بين أبور كاسم مبين عط يعني بمعنى أرك وحلق الرأى مركة هل كأصل كيف يحاج يروح لكم على البراءة الأصلية قفك مؤمنك أصل وحى إنه سن بين شيء إنه سن ظلم إنه سن وحدين إنه سن زنايسن هذا مركي ورقك أجي ماذا أصل كمركي واحد ترى إنه كخير ولا رجعك هذا كوس أصامق وروح ديس والله لا نعلم على أهلك إلا خيرا وحى خير إنكم أوجي أرق جارية دي بريرة مركي الله ورئيس وحى خير هن مأوجي زينب الله ورئيس وحى خير هن مأوجي هذا بقى أفراد يرون بيها النبي صلى الله عليه وسلم تشتي كورا مجتمع إنتي سكلا قارهان مصطح قارهان حسان بن ثابت قارهان حبنة بنت جحش انت كوار هدي ليه لهيان هذا افكن مبين الاصل كايا وحي جري وحي كسو دجيو
هواني حلاوة نبيك صلى الله عليه وسلم إني حمي فريا ماشى أما حمي إنت لك إني كل عضو صورة قال مركب ما والعنانة يا مركب جل وعلا هذا نبي الله يسقى سيوض لولا جاءوا عليه هل لا جاءوا عليه أم حي أولئي من واين بأربعة شهداء أفر من خاتيم حي أكين وين فإذا لم يأتوا مربها دان لا إيمانين بالشهداء مرخاتي أفر تأهيد فأولئك كواس عند الله إلهي أكتهم الكاذبون كوا بين شيئين كيهن لأن هذا الكويس كهذا الماها أفر مرخاتي بأي بهاي أفر مرخاتينا بالأحكام والشروط أن كغصوا هذا اللي مركان كهل لأن مسألة دي الزنا يوحي اللحي رتاسة اللي بهاي إس كهذا الماها أفر تا مرخاتينا مرها دانا لا إيمان صوما قف كيسا كاذبة مركا حتكي ومركا لمارينيا الضباء مركا لمار يقوله جل وعلا فأولئك عند الله بمفصلين تحير هذين أحكام توالبو نينك قاضيقة جدشريقة محكمة ضفاليو مركا قاضيات وقدومينيو وحو حكمينيا ظاهرك يضو مسألة أصل لهان إلهي أكتس وحيكته وهلك فقهاء دهان قضاء ديانة يعني بمعنى مركا سؤال ويديو قضو هو سي قفك الديانة دي سي وحو إساق وربان واسي لقب هذا انتو كو قرحيو هذا الاسكو توستوصن انتو كو شاقو وعوصن لهين هادو حكمسي أما قفانو أهين أساقك عدقو وهلك النبي صلى الله عليه وسلم وليه ولعل بعضكم ألحن من بعض إن أتكال أفتهن سنتهم بألغا يابا قف وحانو لهين إنان أحكميو تانا إدعا مركا حق دوتسي إنو مكا يماذا مركا النبي صلى الله عليه وسلم قفكي وحانو لهين أن أحكميو قفك إساق جمرة من النار بصانا يأدين بلا النارات أما هيا ريس أما هبا صوتا نسك أوليه إذا بمعنى مركا وحيل عند الله إلهي أكتس حكمك هذا هو شيء لكن عند الناس هو شيء آخر وهلك علي بن عمر بن الخطاب أوليه هي نحن نحكم بالظواهر والله متولي السرائر إن موقالك سران حكمنا إلهي سبحانه وتعالى سوحا قرصان إساق أيا تولينا مركي مفسرين تؤاد وقول دير هذا الإمام القرطبي رقم مفسرين تليسون نقليا باوحوا لي صاحب التحرير والتنوير وحيي لي هلك أي مرين معها عند الله لو لم تجيده إلى اكتسان حكم بكتا أنت حكم كتا لو لم تجيده بمعنى إلهي سبحانه وتعالى أرنكا وحو أركا إنو الدم بآد وينه يعني عند يد الله تلمامي معها إن تي سر كأهيدو عند الله كأهيد إي تي ظاهر كأهيدو عند القاضي كأهيد تاك هل ما يسي عند الله بمعنى إلهي سبحانه وتعالى حكم كيسا وحي كتا إن بان بيكتا إلى حكم كي سسابي كتا إلى أكتي سوحا سبان بيكيهم بلغا وضاي تفاصيل تأقلان ماها ترنتي تعليقي سوى وجيه جل وعلا مركو حيلي ولولا فضل الله إلهي فلدي سهدان ويجيري لهين وعليكم إذنك الدشين وإذنك فضلي يا لي ورحمة نحريس في الدنيا الحديدة والآخرة موجودان كوجوغ هداني أهان لهين لمسكم محا إذن قاري لها فيما أفضتم وحاءات شبانتين ولحظة بالتين فيه ما عذاب منك قاري لها عذاب كاسو عظيم إلها بابا إذن حريص سوى إنت دورك ودين كون هدين كون قولك هدين لا جاري لها إذ وقت ورب العالمين عذاب إذن قارسين لها أما إذ وقت وعذاب إذن قاري لها تلقونه أتكو قدوم ميسين هذا الك بألسنتكم عربية ديننا أي سقوري نيسين وتقولون الله إذن بأفواهكم أففياشيننا ما أتقول هذين شيء قاسو ليس لكم أن إذن كوكسونا به ما قبا علم وحو قال وتحسبونه آد مودين هين وحسه لن إنويا وهو كاسو عند الله مركل جو عظيم إنويا قرآن قارق وحو أدق ستلقونه بألسنتكم هذا الانتين اللي قد قيستا محال اللي قد قيستا دكتا اللي قد قيستا مركل هذا اللي شيء قيو هل كي قد قيستا إنا دكت لكن هل كي دكتا يكد قيستا لن يبعرف قد قيستا يعني هذا الكوحة اللي قد دوما دقاه إن الرئيرو لكن عرفك مرك قفك أنك أقولي كورن تاسو حيك اللي قنتها مرك عرفك وحو قارا مركي هذا لكت انتو صامرو فلتريشن أمرو عن سوي ديو وروحا كان مصحبا مسوا خلد كدي من هذا لكي إيبانا أي وحا إيبانا مرك إنان هلا إنان أمس لكن إيضا لكتي أنا صامرين مسكح دي وحي فلترين لهن أنا صامرين عرفك مرك أنك قد فمحاد عايا مرك هذا لكي مرك وإسلا سعاني بمعنى وهذا الألغة فيرسن هوبسيما ان هلا سيسن وعان اللي فكر من قفكم مركي ولا شرتقيه تاوي مركه من الديده قران هذا انا مركه الوحله وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم بافواهكم عمر لو قيده الا ما لن اعرف كاين افكاين هذا كلا شيغا بمعنى وا مخي لبدا
عبارة في البلاغة القرآنية والبلاغة العربية وحكم وقتا إن ضد وحكفير سدا إذن هينو إذن هذا المركو كوي ماذا هذا كان هبسو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا هرتهوبي كدي من هذا الكمركة أوجد لكن مركب باش صار الله صلى الله إذا هو ذا مرة يسمرك عرفك أوجد دونتين إذا خطرت إذا اللي عايشة وحيكون فسيري جري تتلقونه بمعنى تلقى وحيتري بمعنى تكذبونه تفسير كان والله شيء عايشة الله تيريا مركب بنت شيء جيسين ومركب بنت شيء جيسان عربي دين أتكون شيء جيسين وأفوف كينا أتكون شيء جيسين كجهل ليسين كجدا واقع ليسين إذنك كلمة ده أيضا هوبين تانا أتين ويكسهل نيت هين كلمة هين هين شيء سهل بأكتينك تلاقي عند الله عظيم مركب حام مقطع وحاديك كوبون مغضئين وحسهلا أيهين وحلق يا أبا تكاد السماوات والأرض مرك الله سبحانه وتعالى ليه لقد جئتم شيئا إدا هذا الحن والضرم بالله ميدان وإنكو إذا لسه لأيها والله دين أن دعوا للرحمن ولدا إلهي بولد له وإذا لسه لأنت صام وكلمة نوعا ما أكاب افتئة لكن أرك عند الله وحليها جل وعلا تكاد السماوات عرق وحي السيقانيا يقولك بإني دل دلع يقولك إنه دل دلع عركنا مركا يقولك كوسو هبسده بابا أرنتو هلس أيو تح لكن كلمة دادتكو إلا سهلا أنت يسام هدبا إن قف مؤمنة هذا اللغا الشيغو ولبان أبور أو وحانا نجرين للشيغو تا الله سبحانه وتعالى أكتي سمركا كما سهلنا ولالك وحيت المامان إن آد يدو كاقا قومي مي نينك اللغم حساب من ثابت تح قروح بدن وتري حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل خليلة خير الرحمن دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل كبي آد يدوق روح بضان تح دلع ذو ياسيد صوصعته حصان رزان وآد بقضى ورسان تهبله ما تزن بريبة شكنا لقمته مكر وتصبح غرثا من لحوم الغوافل وحان الرنب شقب كمله وحان لقى الشيقي شقب كمله إن شقق لهم محمد جنية خليلة خير الناس دينا وحي أما حليلة ولجدة حليلة خير الناس دينا وحي حلاء التهيمتك ضدك أو خير بدن حق الدينك إيه حق منصبك نبي الهدى هنون كنبي يسا والمكرمات الفواضل هدي مكرمات الله الشيخ أنا ماشي أقول صار يسوي مركز صدرة المام ينسب كده هالك كسر جدو إن كلمة ده وش كلمة وحيد عليه كده له ورنتي آدم وقعدت وبكاني رب العالمين مركب حلا ولولا إذ سمعتموهم أو مركز مقاشين محيبا قلتم أدوده ويدين ما يكون لنا نوم أهاني وح نوع انتوامها أن نتكلم إنا أنه هذلنا بهذا كان أو كان هذا كان إنا كو هذلنا أنه وح نوع انتوامها سبحانك ربه فنانتا ذئه هذا كان بهتان نبيوي نبي هذا عظيم وين سامح أدوده ويدين يعني بمعنى إن كلمة أدي دان ولا القرآن كتعبير كيس عجائب له يعني ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم هل قف بالغدي يعني معنى نفس واحد بالغدي قيب يعني كان مؤمن كورك الغشيقي كان ورك الشيقي لا والله اسكم يعني وهل جرئ أكل إن أشد دم قتام بأي هدو مركز رب العالمين حين هذا بهتان عظيم مركز سيدي سبب بهتان ك إلا بدو دو الله معنو وعجرة غيبضو غيبضو وحنتا قفك وح وكسي في سيا مركز الغشيقي يعني مثلا قفك وبخيل بخلي بانكو حنتي اما قف لب بضن لب كيسان شيك شيك وحن لا قفك وحسن هين مركان كو شيكو امبوتيشن ماشو ايماد وحسن هين مركان كو شيكو بوهتان بالكو مقعبا مركا فرق يبا قد حي غيبا دي بوهتان مركا بوهتانك وحادن هين مركان كو شيكو نو بوهتان بهتك وحتى مركان كو حنتو اذن اوغين ان كاشيكو نغيبا لكو مقعبا مركا وحي اهدين دهدان هذا كانوا هذا صح ما يعظكم الله إلهي وإذن وانينيا وإذن وعدينيا أن تعودوا لألا تعودوا سيدا أقول الله أباننا لمثله كاؤك الأبدا ولي إن كنتم مؤمنين هدان مؤمنين تهين إنا ندب أقول الله أباننا علماء ذهل كاقارب أفيقي كالبحي بعض المفسرين وحي لي إن كنتم مؤمنين شرط ديقان ما يشرح لك قادنا يسوء أيضا ما يسندقها أيضا سودكت وعليها مركة هشام بن عمار مالك بمحن مقلي إنو يري قفكي أبو بكر وحكا الشيغة أما عمر بن الخطاب وحكا الشيغة والإدبينية أما هلا جاد الله أما حبسي هلا ديقو لكن قفكي عائشة أفلقات ديئي سرك الله دارين يبين وحنا دليل إليه سبحانه وتعالى إساقا يري يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين
taamarka maxay ka dhigantahay marka in kuntum shardi baa lagu xiray Soomaa ilaahay wiin kaga digay wani waaninaya si aidan dib ugu rogaal cilin hadalkaasoo kale shardiga iimaaniga meesha la qeyday wuxuu ka dhigan yahay ama u muujinaya hadduu qofka dib ugu laabto ilaa sabbi Aisha وترويج هذا الإفك المفترى عليها بانتن يضا لغا الشيخ هدو مالها لرد حمر بحونا قنايا قف آيات كبيرية مركا كاواكو دايب وليه هل كي من العربي وليه هاي أصحاب الشافعي وحن كسو حين أصحاب الشافعي إنا الدهان عائشة قف كي وحكا الشيخ كمدونا قف أبو بكر يا أبو عمر وحكا الشيخ سيدا هل كلا مرينيه نينك أبو بكر وحكا الشيخ أو لو إدبني أبا لو إدبني يا بير قوله جل وعلا أوليه إن كنتم مؤمنين عائشة قاركم أهاني قف كستو أي مكان نقانا يساوحي كالي غانتاي لا يأمنوا أو لا يأمنوا أو لا يؤمنوا أحدكم أو لا يؤمنوا من لا يأمنوا جاره بوائقة إيمان لغميه لنقفك درس كيس آن آني كنبت قلن بوائق ديس تاسو مركة ما ديقنا مركة إن نوعا ما قفك سؤال مومن هين معناها سي مركة ماشا لا آذين وأنا معنا يساقو دقيقة ماشي سلا جل وعلا مركة لو يبين الله إلهي وحو عدينا لكم إذنك الآيات آياته إذن عدينا جل وعلا والله إله عليم الله علم بضموي حكيم فلسموي أيضا أي إله سبحانه وتعالى تلمام إن الذين كوا مرك يحبون جعل أن تشيع إني فافتو أي باهدو الفاحشة حميدي في الذين في شأن الذين كوي شأن يوذا أمنوا رمي اللهم يحي إليهن عذاب عذاب إليهن عذاب كاسو أليم لحوية في الدنيا الدنيا ذا بحذي ذا إيو الآخرة تيدا بيسي والله إله يعلم وأجي عذاب كاداتك أبو قري وأنتم لا تعلمون إنكم سمعوا جدينه ورانك تعبير كيسو عجيب يا مركا كان شاع يشيع وهذا ضدك اللي صلى الله عليه لكن قرانك مرهن إن الذين يريدون مرهن مركا كان إلا الذين يشيعون أن إلهي مرهن وحير يحبون هل كاو حكا قادة نيسا إن إسلام روس إروم روس ما لها الله نحمره وهذا لبانا ما لها الله وقر قراي إن إتا نوع هواية كمدو ضدك إي هواية دوتا هوبيك أوتا shaqada baa u tahay fanka ay u tahay oo shaqo kale aan lahayn aad bii in qofku wuxuu ku mashquul wuxuu jecel yahay wuu mana haba shay akthar min dhikri qofka shaqo shaqo kale qaliyaas aadabun aliin bayleen halka marka wuxuu darsi u dhacay weey dadka webka ay u furan yihiin dadka tv-yada iska leh dadka journalada wax ku qoro oo iska tahay un kaliye waxaad ku soo qortaa sadarka koowaad ee highlighted topic oo dadka soo jiidanay adigu ka tahay journalka hal lagate webka hitkiisu habbatay adigu ka tahay TV-ga inta daawanaysa ka habbadatay unbay ka tahay laakiin ma ogid waxay keenin kartaa maxay ruba kelima qofku isaga hadaaqay aanu xisaab aanu u sameeyneen laakiin yahwi biha fi naari jahannam 70 khariifan tadawata salaam ay Allah suudu naartii hoosteeda marka ugu dhaxshalwanaya laga kelmad aadan ka fiirsanay tiraahid ilaahay subhanahu wa ta'ala janna marka kugu geeyo culimada marka waxay leeyeen aayadahaas marka waa aayada macnaha dhacay oo noo iman doona qayb ka mid ah bi idillaahi subhanahu wa ta'ala جل وعلا مركو حلو والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله إلهي فضلي سادان ويجيري لهين عليكم إنك دشين ورحمة حريسيس وأن الله إلهين رؤوف كي ترس بدن هدان وأهان لهين رحيم حريس بدن هدان وأهان لهين ها لمسكم العذاب وأنتم في الدنيا أسوى قدر محل الأولى هذه ما شتمت بعض أهل التحقيق وحيلين نبي يوسف مركي ليري وهوان إذا أي تيري أنو إهنقريي يدفاعي إلهي سبحانه وتعالى وبري لكن المير وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من وطنه الله ويل يربا حد مركي مريم أو أي لتي من عيسى عليه السلام أي رهدين ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية إلا قد جئت شيئا فريا مكي دهان يا دفاعي ويل كذبة دفاعي صمع عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت اصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا سجد الدفاع لكن عائشه شاني اذا مركه لسو غار الى صبن امديب قف كلا امديب ولا نيم حن بالو ديب وحي بس ما كسو دغي هلكا مركه ميشا واحد جرى كريدت غار عائشه الى عائشه وحل هذا مركه رضي الله عنها وارضاها سي علي بن جدعان عن جدتي عن عائشه رضي الله عنها وحي تري سغال با لا اسيي وي تري شيء بمعنى أن الله سينين أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة هويني أن الله سينين سقال شيء إلهي سبحانه وتعالى يقول طلق قلبتر يسي كو جبريل مركو يسود دقي أنيقى سورة دي كو سود دقي جبريل يسوق وحي يقوى هذا أيو سورة عائشة كيم كو لبو
يعني مركه في هذه الحاله حالات قاره طلبات نبي صلى الله عليه وسلم مركه يغورسني انا بكره بو يغورس هلك كو وكاله يو غروبا يغورسدي صدح نبي صلى الله عليه وسلم مركه غيريوني دبتيده كو جيفه بي تيري افر وحا لو خوالاي بي تيري غريغيغا خبا لوغا دغي بي تيري شم بي تيري ملائك ايا غريغي سا او هاريريسي او وخيغا ميشا اي كوسو دغي جيري بي لادا بمعنى حتى مركو وخيغي سو دغي وخا اهي حالات نبيغا صلى الله عليه وسلم اني اسغا بي تيري فراش ان ودا جيفنو اي وخيغي سو دغي وخاي لادا حدانا يدو هادلكا سي ودا وخاي لادا لخ وخاي دلاي بي تيري ان انا انو اهي خليفه المسلمين ابو بكر وصديق النبي صلى الله عليه وسلم تضبوا وحي تري اني عذري ان بري هاي انوسنت هدم بي انن جلين وحو كسو دغوي تري من فوق سبع سماوات وموصله ده يعني بمعنى وارن ماشي مركب يشي مساله هذا انت ما من سيدي بي وحي تري ولقد خلقت طيبه وعند طيب وايضا مركب قال الطيبات للطيبين انا طيبته دم بي ان وي غدعين با الهي ابو ريان حمي هذا سو كل اني غدعين وحنا لي أبو عند طيب والنبي صلى الله عليه وسلم سقال وحي تري لقد وعدت مغفرة ورزقا كريما إلهي وحو إيا بوهاي مغفرة دم إدافة إي رزق أدد وانا سوى مركا لقارة آيات دم بقى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم أنا اللي قلت على قلبي تري وإلى هنا